مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج انستا شو. ضيفنا اليوم فنان واستاذ، وهو من اوائل خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيه بسوريا. ضيفنا اليوم فنان ظريف كثير كلنا بنحبه، اشتغل بالمسرح بالسينما بالتلفزيون، الفنان فايز قزر. رح نجرب نتصل فيه. اهلا وسهلا بالاستاذ فايز قزر. يا اهلا وسهلين خي سيف، ان شاء الله. تحياتي لك ولجميع العاملين معك في هذا المكان اللي انتم فيه ولجميع المشاهدين والمشاهدات. ان شاء الله رمضان كريم وينعاد عليك. كريم اياك وعليك وعلى جميع من يستمع. كيفك مع الحجر وشلون قاعد بهالبيت؟ تمام والله، كل الناس عم نحاول نسلي حالنا بشكل اشياء. انت بشكل عام ما كثير بتطلع بتفوت، ما هي؟ يعني إذا كان في شغل أكيد. أيوة. لكن خارج أوقات الشغل حقيقة ما في مكان أروح عليه. بروح أحيانا على مقهى الروضة في أحيانا. لكن الطلعات محدودة، أحيانا الخميس الجمعة أماكن كنا رحلة اشتقنا لها كثير يعني. أيوة. وطولاني دقنك وحالتك حالي قاعد. طيب شو بدنا نساوي؟ طيب استاذ فايز، نبلش بفقراتنا وبرنامجنا مشان ما نروح وقت كتير. الفقره الاولى هي عباره اسمها questions، يعني هي عباره عن اسئله مشان هيك نطلع شوي على تاريخك وعلى شخصيتك من جوا. نبلش باول سؤال، انت برايك اني احلى، دراسه التمثيل او تدريس التمثيل؟ دراسة التمثيل أو تدريسه؟ يعني شلون دراسة أو تدريس؟ يعني إنك تكون طالب أو إنك تكون أستاذ؟ رغم أن أنا بعرف هذا الجواب. أعتقد أنه كلا الحالتين يعني في متعة. لما كنت طالب كنت مستمتع جدا، خصوصا مع الأساتذة الذين كانوا ورافقوني خلال فترة التدريب سواء في سوريا أو خارج سوريا. والأمر المرعب هي الأيام الأولى والأسابيع الأولى من كوني مدرب أو أستاذ في فن وعلم التمثيل حقيقة. هناك كان الرعب كبير، لكن فيما بعد تحول إلى متعة، لأنه بتشوف الإنسان من زوايا لم يكن بإمكانك كطالب في وعيك بثقافتك بتجربتك أنك تشوفها. فالواقع لكل علم من العلوم اللي عم تحكي عنها تمام حضرتك إلها متعة. طيب السؤال الثاني، أنت درست التمثيل ببريطانيا ورجعت على سوريا بعدين، اندمت على هذا القرار شي مرة؟ إطلاقاً، قبل ما تكمل. ما اندمت. مسألة العلاقة بالمكان اللي اسمه سوريا شرق المتوسط. وعيت هاي المسألة وخطورة أنك مخارج هذه المنطقة ببريطانيا، وعندما سألني أحد الأساتذة مع نهاية دراستي ونهاية الأسابيع الأخيرة من دراستي، قلت له على سوريا ليش؟ قلت لك هون مخرج ممثل وبعد 10-15 سنة أنت إنسان إنجليزي. فقلت له لا، أنا رايح للمكان اللي فيه تحت كل حجر ما زال هناك حس ينبض، حس حضاري ينبض، وقصص قديمة عتيقة ما زالت بإمكان نبشها والاستفادة منها في الفنون وخصوصا فن المسرح. يعني أحبط الرجل مع أنه كان أستاذي وإنسان قدير، أحبط وقال لي فورا على مقرر فعلا ثاني يوم يعني بعد ما نهيت فورا لسوريا وما فكر أرجع أكون بأوروبا عموما، أوروبا وشرق المتوسط وأعلى شرق المتوسط وسوريا اللي نعرفها كحضارة شيء آخر، وخصوصا لمن يود أن يدرس آداب وفلسفات وأديان وعقائد. هذه مسألة لازم عنها، لذلك يأتي إلينا الأوروبيون وهم أشطر منا في مسألة نفش تاريخ هذه المنطقة للأسف، بسبب حكومات، بسبب آراء، بسبب عقليات، بسبب تاريخ مضى على هذه المنطقة، بسبب غزات نهبوا ما نهبوا أو تبنوا ما تبنوا، وآخرهم الكيان الصهيوني. يعني ننظر إلى كل هذه الأشياء التي اسمها مستوطنات، نشوف المزارعين تقيلات ديتين مناتي عبارة عن آلهات سورية تحاول الحركة الصهيونية الأوروبية أن تزرعها في الكيان الصهيوني والادعاء أنهم هم الحضارة ونحن لا نجي. هلا نحن بشكل عام سعداء انك رجعت، يعني صحيح هلا سلختنا محاضره بهذا السؤال، يعني اذا كل سؤال بدك تستخنى محاضره بضل البرنامج 3 ساعات. استاذ فايز بدك تطول بالك علينا، الله يخليك. انا بدي
يكون يعني ضمن السياق. ليش أنا أرجع إلى سوريا؟ أمرك. نحن بكل أحوال سعداء. طيب هلأ بالسؤال الثالث بهي الفقرة، في غنية معاصرة جديدة ومشهورة بتحبها؟ والله بحب شادي جميل وبحب فاتن تناوي. جديدة جديدة عم بقول لك، معاصرة جديدة. جديدة معاصرة هلأ في غنية هيك حاببها؟ ما يعني ما عم بقدر بتذكر أغنية عم شوفها. عموما أنا مو المتابعين للأغاني الحديثة هي اللي اسمها فيديو كليبات حقيقة. أنت مالك متابع يعني ما بتحب؟ لا يعني بشوفها بالبيت تكون مفتوحة يعني بشوف شيء منها، لكن ما بقدر أحفظها. أيوة. لكن في ناس حافظينها. وأنت شلونك من المغنى بشكل عام؟ بتغني؟ لا ما بتغني. طيب رح نتجاوز لك هالسؤال بكل الأحوال. طب عادة السؤال اللي بعده، عادة سيئة فيك فشلت بتغييرها؟ دخان تدخين. ما قدرت ابدا تستغني عنه؟ مرت فتره حاولت ابطل هذا العاده السيئه جدا اللي ما هو صحي يعني يجربها او، لكن بعد فتره تحت الضغط والشغل وكذا الى اخره فجاه شفت حالي عم بدخن. وانا ما بنصح اي شاب او شابه، ما بنصح اي انسان يعتقد انه هي مساله العلاقه هو صار ريال ولا رجال ولا تعبت هي المساله. لا لا لا، هي عادة سيئة جدا مضرة بالصحة، وأنا شخصيا يعني هي العادة الوحيدة تقريبا السيئة في حياتي. الله يخلصنا منها. الله يخلصنا منها على أهون سبب مثل ما بيقولوا. هي كورونا. طيب هي والكورونا طبعا. هلأ بدي أسألك، لو ابنك نور طلب أنه يدخل المجال الفني بتنصحه شي نصيحة معينة؟ بنصحه أن يقرأ بداية الأمر، وأنه يشوف كيف ماشي الأمور بالعالم. التمثيل بعد فترة قد لا يكون موجود، هذه مسألة مهمة. قد يتحول إلى الإنترنت، قد يتحول إلى شيء آخر ما نعرفه نحن. صحيح. ما كنا نتخيل بعام 1977 أن تكون الفضائيات بهذا الشكل عندما دخلت إلى المعادات. ما في شك طبعاً. أنا شاب معاصر للحظات وشاب راهيني يعني معنا لحظته هو اللي بيختار، وما بتدخل بيعرفني ما بتدخل بشأنه العلمي. لكن صحيح. أتمنى دوما يكون مهم بأي مكان بأي مهنة بأي علم عم يدرسه. لحد الآن أموره متوازنة إلى حد كبير جدا، بيسعدني إن شاء الله، بنتمنى له مستقبل. هلأ خلصت هاي الفقرة، هلأ بننتقل للفقرة الثانية اللي هي فقرة الكويز. فقرة الكويز أستاذ فايز هي عبارة عن أسئلة متعلقة بالأعمال اللي قدمتها لنشوف قديش أنت مطلع عليها وحافظها. أنا أنت بدك تحصرني بالتلفزيون. لا 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 مو بالتلفزيون. لا لا مين لك تلفزيون. ليك السؤال الأول مثلا، المشهد اللي أصبت فيه بفيلم رسائل شفهية كنت لابس كنزة شو لونها؟ بيضة ولا رمادي ولا سودة؟ لا الرمادية. رمادية متأكد؟ رمادي أي متأكد. والله أنا الجواب اللي عندي سودا. لا هي رمادية، بجوز بين سودا بين سودا يعني يمكن من نسخة الفيلم القديمة يمكن بين سودا. اي ممكن. والله هي سودا هي بالأساس. طيب شو كان أول اسم أول سكتش قدمته مع بسام كوسا بمسلسل أمل ما في؟ النصف الفارغ، نصف الجائعين، تصفيق. أعتقد النصف الفارغ. صحيح، برافو عليك أستاذ، والله متذكرون تمام. بأي حلقة من ضب الشناتي بيتجوز عساف من بيداء؟ بالحلقة 18 ولا 19 ولا 20؟ أعتقد بيتزوج فيها. إيه. عادي ياهن الحلقة. 18 ولا 19 ولا 20؟ 19 بالصور. 19 صح. يا عيني عليك. من 20 أخذوه من سنة. الجماعة دوم. وانبسط عساف مع غيداء وقتها ولا ما انبسط؟ إيه. احيانا تحس بشيء من الشفقه تجاه بعض الشخصيات اللي بأديها، لكن بكون متعاطف معها عن العمق. بمعنى انه عساف واحدة من الشخصيات بالتلفزيون كانت محببه جدا حقيقه. يعني طيب. كما هو ما بدي فوت بمجال مسرح وتلفزيون وسينما، لا لا، في شخصيات حتى بالمسرح كانت غير محببة. أي طبعا أيوة، الشخصية كانت وين ما كان محببة جدا جدا. يعني شخصية عساف شخصية نديبة جدا، لطيف جدا، أنيق جدا، وجاء بظروف خاصة فيني. كنت بعيد عن أسرتي، بعيد عن أهلي،
كانت الأمور حولها وهي زين يعني. حلو. كانت. طيب السؤال اللي بعده بمسلسل باب الحارة، شو الاسم الحقيقي لمأمون بيك؟ الملازم فهد ولا الملازم نمر ولا الملازم أنوار؟ نمر 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 صح صح. طيب بأي جزء من بقعة ضوء قدمت لوحة عبد اللطيف سندريلا؟ بالجزء الرابع ولا الخامس ولا السادس؟ الرابع يا عيني عليك. لا والله ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك، مطلع تماما على أعمالك الفنية. طيب نحن رح نربحك بهالفقرة بما أنه إجاباتك طلعت كلها صح، رح نربحك جائزة وقدرها 300 ليرة. منيحة؟ شكرا لك. طيب هلا هي الفقرة خلصت، رح ننتقل لفقرة تانية اسمها فقرة نو فلتر. نو فلتر. نو فلتر بتعرف أستاذ فايز أنت بالإنستغرام الناس أحيانا بتحط فلاتر على صورة مشان تحلي حالة، وبيحطوا أحيانا فلاتر كوميدية، شي بيحط أرنب، شي بيحط حصان، شي بيحط وحيد قرن. هلأ نحن هاي الأسئلة اللي بنسألك إياها بدنا الإجابة عليها بدون هذا الفلتر، بدون فلتر التجميل. إيه بس مو عن الغير، عني أنا حالي يعني. هلأ منشوف يعني شو راح يطلع لنا. فلاتر للغير. منشوف شو راح يطلع لنا. ما ورطني مع حدا. لا لا ما راح نورطك، بنحاول ما نورطك. هلأ بدي أسألك أول سؤال، في شي مرة عملت واسطة لوريس بنت أختك حتى تأخذ شي دور مهم بشي مسلسل؟ بنت أخوك عفوا؟ لا. لا. أبداً. طبعاً. ولا مرة. لا أتحدى من يقول. طب إجت هي شي مرة طلبت منا؟ إما أن يعني أتحدى هي بلحظة قبولها بالمعهد أنا باللجنة حقيقة، لكن رفضت دخول إلى اللجنة واستثمرت غيابي يوم واحد إلى بيروت، كان في مشهد مع المرحوم شوقي الماجري، رحت صورته ورجعت، رجعت اللجنة يعني أنا تركت اللجنة حقيقة يوم واحد بفترة. قالوا لي مبروك. هي فاتت بهذا اليوم. هي فاتت بهذا اليوم وتقصدت هذا اليوم. برافو. وساعدتها بعض اليوم. لا هي ما شاء الله حول ما شاء الله حول البنت موهوبة وما بدها كثير واسطة يعني الحقيقة. الله يخليها ويحميها هي ووسيم. ايه طبعا ايه طبعا. طيب بدي اسألك سؤال تاني. فضل. ممثل سوري كنت بتتوقع له النجومية بس ما وصل لهلا. والله أنا بحب كثير شباب، خصوصا الشباب اللي خرجت مثلا تفعل للتالي ما تورطني مع أحد يعني. لا لا حدا حدا أنت حدا أنت كنت تتوقع أنه يصير نجم وما صار. هلا في ممثلين بحبهم يعني، قاسم ملحو بحبه، يحيى بيازي بحبه، محمود نصر بحبه، بحب معظم الفتيات اللي خرجوا. هلا بس هلا مثلا مثلا من اللي ذكرته محمود نصر صار نجم. ايه يعني في ويس مخللاتي، في حلا رجب، في شعراني رغدة، أنا مرضى، في كرم شعراني، كرم شعراني، في ناس يعني حقيقة ايه يعني أتمنى لهم أن يكونوا مش نجوم فقط وإنما ممثلين، وهي مسألة أساسية يعني. هناك فارق بين الممثل وعلميا عم بحكي بين النجم. صحيح صحيح صحيح. فهذا الفارق إلى الآن ما هو واضح للسيدة عادي شبابنا اللي يتخرجوا أو لمن يمتهنون من خارج المعهد، مش أطلقون المعهد بين قوسين بين قوسين موجود، وإنما في شيء اسمه الثقافة، ثقافة الإنسان كائنا ما كان سواء في هذا القطاع أو في قطاع أخرى من الحياة. إن لم تكن هذه الثقافة موجودة فأعتقد أن كلمة نجم تصبح مهللة شوي يعني. يجب أن يكون هناك ثقافة ومتماسكة مستدامة. هلأ بكل أحوال بكل أحوال كل اللي ذكرتهم أستاذ فايز هن ممثلين كثير مناح على فكرة، واللي ما ذكرتهم ولي علاقة فيهم كمان ومنوجه لهم تحية ومنتمنى لهم النجومية كمان. نتمنى طيب. لهم حياة سعيدة. إيه السؤال اللي بعده، اسم عمل عم بيحقق نجاح وجماهيرية بس أنت بتشوفه ما بيستحق هذا النجاح وهذه الجماهيرية؟ أنا هي المسألة ما لها علاقة بالمسلسل، لها علاقة بثقافة هذا الشعب أو ذاك. يعني عندما تقدم عملا اسمه عمر الخيام ولا يلاقي الصدى المهم جدا الذي يلاقيه بعض المسلسلات من هي أقل قيمة حقيقة فكرية
أقل عنفاً، أقل أكثر يحتاج إلى يعني مشاهد ذو ثقافة معينة لكي يلتقط المسألة تزعل. عمر الخيام مسلسل مهم للغاية، مفهوم أيضاً. هناك مسلسلات ذات قيمة تراثية لكن اختلط التراث بنوازع مخرج أو نوازع منتج أو إلى آخره، فبدأ الأمر كأنه طب بس نحن أستاذ فايز بدنا بالعكس، بدنا مسلسل ناجح أنت ما بتشوفه ناجح، أنت رأيت قلبت السؤال صرت عم تجاوب على شغلة تانية. طيب عم حاول جاوب في طريقة ما يزعل مني حدا يا شيء. يا أستاذ بتعرف بس بحب كل الناس، بحب كل شيء أراه عن التلفزيون، بس أنا حقيقة ما بتابع، مو لأني أستهتر بالأشياء الموجودة، لا، هي أعمال والناس عم تعيش منها والناس عم تأثر فيها، وهناك من يسيطر على الأقمار الصناعية والقضايات ويجني ما يجني من أرباح منها. لكن ما بقدر أنا يعني إنه هذا فعل يمكن أن يكون يعني راح أعطيك أنا يا سيدي أنا يا سيدي أنا راح أعطيك مثال. باب الحارة أنت بتعتقد إنه بيستاهل كل هذا النجاح؟ هلا ما في أجزاء أغاني أجزاء اللي أنا فيها نجحت. طيب أوكي ماشي، طبعاً نحن ما بدنا حدا يزعل منا يا جماعة، يعني هي القصة هيك لعبة وعم نحكي. احترامي الشديد لجميع من عمل في هذا المسلسل. أكيد طبعاً 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 ما في شك. هي مسألة يعني وجدانياً أنا لا أستطيع تجاوزها. قد أقول أن هذا التلفزيون كآلة هي من مواصفاتها في وطن العربي كذا وكذا وكذا وكذا، لكن بالأخير الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع محترمين بالمطلق، رجال النساء شباب الفتيات. طيب وهي شيء ماشي ما بتقدر تتوقفه. بتقدر تخفف من قيمة من صدمة بأنك أنت تساوي مسرح وتروح للقطاع الثقافي أكثر من الإعلامي. مسألة ثانية واحدة، هذا شيء ثاني، حديث ثاني. هلأ نحن رح نروح على سؤال بعده يلي هو برأيك أنه ليش مسلسل سايكو ما أخذ النجاح المتوقع رغم أنه شاركت فيه أسماء كبيرة حتى انت منه؟ والله ايه والله ما بعرف، بس كان بدي انه يعني عملنا عليه وتعبنا فيه اني اعرف، بس ما بعرف ليش. انت عارف مني يا سيف، انت استاذ في هاي المسائل، انت عارف مني. زدت القصه علي، والله ما بعرف انا شو ليش ما عرضوا لنا اياه، ما بعرف ليش يا ترى. هو انعرض وبس لما انعرض ما لقى النجاح اللي كان متوقع أريد بوقت وتوقيت وإلى آخره، فهي حيثيات المفهوم. طيب آخر سؤال بهي الفقرة، أنت ليش امتنعت عن التصويت بانتخابات نقابة فنانين؟ ما صوتي صفر، لا برميل النفط الأمريكي، صوتي اسمه صفر. لا صوتك صوت، شلون صفر؟ صوتك موجود. لا حطيت صوتي مرة مع النقابة وكان في هناك صناديق اختراع وتجمعنا في ذلك المقصف الموجود الآن في الحالي، حطينا كان المرحوم والده الأستاذ بيس بيعي هو اللي نجح، لكن جاءت الإخباريات هنا وهناك يعني من وقت هذيك القصة مبطل أنت يعني؟ إيه لأنه خلص في عنوان للمكان، عنوان غير لم يعد مقام. طيب ما رح نخوض أكثر بهذا الموضوع لأنه هذا موضوع يعني شائع، لأنه هذا موضوع له أبعد من مجرد نقابة فنانين في شكل واحد. صحيح صحيح فراني يعني عمق الدولة. طيب هلأ نحن رح نروح لفاصل وبنرجع منكمل معك أستاذ فايز. أعزائي المشاهدين فاصل صغير ونرجع، لا تروحوا لبعيد، راجعين. الفقرة هي يلي هلأ جاي هي الفقرة اسمها إيموجي سلايدر. بتعرف الناس بتحط أحياناً صورة أو حتى رأي معين وبتحط هيك مثل إيموجي سلايدر، أنت بتشوف قديش موافق على هاي الصورة أو قديش حاببها أو قديش مالك موافق عليها. هلأ نحن اللي بدنا إياه منك أنه أنا بعطيه، أنا بقول لك عبارة أنت بدك تقلي بالنسبة المئوية قديش بتوافق على هذه العبارة. أوكي تفضل. العبارة الأولى من 100. العبارة الأولى أتمنى اقتصار العمل في التمثيل على خريجي المعهد العالي. 50% حلو، يعني بخليه يكون كمان هيك يعني 60% لأنه في حق لمن لم يقبل في معهد في هذا العالم،
خلينا نرفعهم بمعيتك لل 70%. لا خلي، لانه مش كل اللي تخرجوا من المعهد كانوا قادرين بمستوى المسؤوليه لاسباب مختلفه، احيانا التدريب الذي مروا به او عدم وجود فرص في مسرح سينما او تلفزيون. طيب دريد لحام لم يستطع متابعه نجوميته بعد شخصيه غوار. لا 30%. 30% لانه النجوميه ما شاء الله موجوده لساتها. لا الأستاذ دريد مو قضية نجومية وغير نجومية، الأستاذ دريد لحام ومن جاوره في السن والعمر والتجربة والأمكنة والبدايات هم يشكلون هكذا بالنسبة لي دائما محور. فمهما كان هناك أجيال وأجيال في سوريا خلال فترة وجود الأستاذ دريد لحام الله يطول بعمره، لكن لا يمكن على الإطلاق أن يحل أي إسلام منا محل الأستاذ دريد، لأنه ذاكرة شعبية وذاكرة شعبية تكون في مسرح وسينما صحيح وتلفزيون ده صحيح. وبنوجه له تحية للأستاذ زريد وبنقول له الله يديم الصحة عليك يا رب. تحية طيب. لكامل جيله حقيقة. طيب مسلسلات البيئة الشامية أصبحت كرت محروق من زمان. قديش بتوافي عليه هذا الحكي؟ 90%. حلو. طيب الممثل بدون العمل في التلفزيون ما بيأكل خبز. هاي 100%. هاي 100% كلنا متفقين عليها. فقط أنا موجود في هاي الحالة. لا كل من عمل في المسرح خلال 20 سنة الماضية كانوا غير قادرين على إتمام حياتهم الشخصية، يعني بيت شيء لطافة شيء من الأناقة في أماكن عيشهم. فتحول قسم منهم ومنهم أنا إلى العمل في التلفزيون، لا لأني لم أعد قادرا على العمل في مسرح أو معهد، لا لأنه هناك تم تجفيف الساحة الثقافية من كل شيء ثقافي حقيقي ورمية الأمور إلى التلفزيون. فالرواية باتت مسلسل والقصة القصيرة باتت تمثيلية واللوحة التشكيلية صارت مقدور. حلو حلو حلو. يعني راح طيب. الحوار والصراحة عظيم 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 تاج الثقافة. طيب الفقرة الجملة الأخيرة بهي الفقرة بتقول فضل. الدراما المشتركة أضعفت الدراما السورية. لا أنا أتمنى للسوريين دائما النجاح وسوريا دائما النجاح كانوا وبأي مكان كانوا فيه يعملون، يعني مسرح سينما تلفزيون أطباء مهندسين، وتحياتي للأطباء السوريين العاملين عند كورونا سواء في أوروبا ولا في سوريا والوطن العربي. لا أنا أعتقد أنه أن تكون تحمل الهوية السورية، ولا أقصد الساكس بكوية يعني خليط الحالي، الهوية السورية الحضارية أمر مهم لبقية الشعوب لتعلم كيفية أن يكون الإنسان حضاري. يعني قديش موافق عليه الحكي؟ قديش مالك موافق عليه؟ لا ماني موافق عليه. يعني 20%؟ لا بدك أنت إيه لك 20% أو أقل حتى 15%. 15%. لأنه لا طبعاً ممكن أنت توقف أمر ما بيقدر. لا أنا أتمنى دائماً أن أكون في كل مكان، وعندما أجد إنساناً دربته في الكويت موجود في البحرين أو موجود في مصر أنا أعتز بهذا الأمر. حلو. يعني انا عم بحكي عن المسألة قد تكون. هلا انت عم تحكي عن المنجز الفردي يا استاذ، نحن عم نحكي عن المنجز العام. السؤال هو هل هي اضعفت الدراما السورية؟ لا لا ما تضعف. لا ما تضعف، خلص بتوافق 15%. وافقنا تضعف على اساس نحن ما عاد لنا حصة. رح ننتقل رح ننتقل للفقرة اللي بعدها، الفقرة الخامسة وهي الفقرة اللي اسمها بول. البول هي عباره عن اسئله، راح خيارين بدك تختار احد الخيارات بكل بساطه، وما لك حل ما لك هريبه بدك تختار. ايهما الاهم في مسيرتك الفنيه، مأمون بيك ولا الامير ابو الوليد؟ جاوي ابو الوليد كمان في السينما يعني جمع ناس حلو، لكن كلاهما كان مهم. الأمير أبو الوليد أهم، هيك نحن رح نجاوب. كونه بالسينما. هلا ما تقول لي كونه بالسينما أخي أهم. الدراما السورية خسرت نورمان أسعد يارا صبري. كلمة دراما سورية يعني هي ككلمة للأخير يعني ما بعرف. لا نحن خسرنا اثنين، يعني كل خسارة خسارة. يعني طب مين خسارته أكثر؟ أكثر؟ إيه يعني أكثر بفرنك زيادة. يمكن نورمان.
نورمان مع احترامي لها يعني. خلص جاوبنا، خلص جاوبنا، لا لا تحاول تبرر، خلص جاوبنا. ما عم برر لكن يعني انت تحصرني هيك حارة. طيب لبنانيا احب اداء سيرين عبد النور ولا نادين نسيب نجيم؟ نجيم. نجيم. نادين نسيب نجيم، حلو. هاي تاني جواب واضح صريح. المدرس الافضل في المعهد بسام كوسا ولا غسام مسعود؟ هذا سؤال صعب، هذا سؤال. اثنين اصدقاء واعزاء للقلب. اثنين تاريخ يعني، كان كان بالمسرح ولا بالمعهد؟ الاثنين. هذا يعني سؤال صعب. هو الافضل، الافضل بيناتهم كان حقيقه بسام مسعود. غسام مسعود. هذا حكي مسعود. هذا حكي يشهدوا فيه الكثيرين. بسام مسعود. بسام مسعود يعني دمج بيناته. بس يا استاذ فايز كمان 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 بدك كوسا كمان. يعني كمان غسان كوسا بيزبط كمان، بس كمان بدك تكون شوي بس منصف يعني. الاستاذ غسان يعني انا بحب الاستاذ بسام في المعهد واضحى بالمعهد. ايه يعني الاستاذ غسان اشتغل كثير بالمعهد، ما هيك؟ اكيد غسان. ايه شو ايوه يا عيني عليك، شفت شفت لما بتكون هيك. طيب السؤال الاخير بهي الفقره، احب عدسه الليث حجه او المسنى الصبح؟ الليث حجه. حلو حلو، هذا هو، هيك بدي اياك الاجابات. طيب خلصنا من هاي الفقره، هاي الفقره كمان بتربح عليها 300 ليره لانك جاوبت بقوه على الحمد لله، يعني عم بربح وانا قاعد. طيب هلا الفقره الاخيره ببرنامجنا استاذ فايز، بدك تعمل منشن لحدا تتحدى انه يظهر ببرنامجنا، لمين بتتحدى؟ شو عمله منشن؟ هذا بيسموه انه منشن او تحدي، انه انت بتذكره فبنتحداه، بنقول له التحدي، مثل ما عم بيساووا هلا العالم يعني على الانستغرام. يعني شو الغايه من اني اتحداه؟ انه تتحدى انه يطلع بهذا البرنامج، يطلع معنا بالبرنامج مشان يكون ضيف الحلقة الجاية. إيه لك ضيف الحلقة الجاية أو الحلقة اللي بعدها يعني. أو اللي بعدها. أيوة غسام مسعود. غسام مسعود. ونحن بدورنا سننقل هذا التحدي لغسام مسعود، ومنقول لك شكرا كثير لك أستاذ فايز. إن شاء الله بينعاد عليك بظروف أفضل. وعليكم. وعلى كل من. وعائلتك وصحتك بألف خير. شكرا كثير لك. شكرا لك ومحبتي للجميع. شكرا لك يا أستاذ فايز. أعزائي المشاهدين، هي كانت حلقتنا مع الأستاذ فايز قزق. شكرا لمتابعتكم، انطرونا بكرة بحلقة جديدة مع ضيف جديد. باي.